السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. في البداية أتمنى من الله أن تكونوا في أسعد حال، وأتمنى أن تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم إشعار بكل جديد إن شاء الله. كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أكثر من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، وأشار إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأكثر بروزاً والتي تستمر خلال هذه الفترة وتكون أكثر كثافة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، وتبدأ بعد الفجر وتستمر حتى 7 و8 صباحاً، وأن الشبورة مستمرة خلال فترة الاستقرار والتي تستمر حتى 3 أيام المقبلة. وحذر المواطنين من تخفيف الملابس والانخداع في الطقس هذه الفترة حيث فصل الشتاء ما زال مستمرا والأيام المقبلة